في إشادة دولية بارزة للبحرين تعبر عن المجتمع المدني الدولي، عبرت أكثر من 24 منظمة دولية، منها 8 منظمات تحمل الصفة الاستشارية كمراقب بالأمم المتحدة، في بيان مشترك عن تقديرها للجهود والمبادرات التي تقوم بها مملكة البحرين في سبيل الإعلاء من قيم ومبادئ حقوق الإنسان وسعيها لتكريس هذه القيم والمبادئ بخطط وبرامج الحكومة، وحرصها على الارتقاء بحالة حقوق الإنسان في البحرين وفق استراتيجيات وطنية تقوم على الشراكة والتكاملية، مؤكدة على أن التجربة الفريدة التي انتهجتها مملكة البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والقائمة على تطوير منظومة التشريعات والسياسات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، هي ما حققت للبحرين الريادة العربية والعالمية في مجال حقوق الإنسان، مشيرة في بيانها إلى أن البحرين تقدم تجربة دولية فريدة تقوم على العمل المستمر والمتدرج لتطوير المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان ونشر ثقافتها بمختلف القطاعات الحيوية بالمملكة. هذا وأشار المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان رئيس جمعية معا لحقوق الإنسان إلى أن البيان الذي صدر عن مجموعة كبيرة من المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان يأتي في أعقاب انتهاء الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان وما صاحبها من تسييس لملفات وقضايا حقوق الإنسان وتسخيرها لخدمة أجندات وغايات رخيصة لدول وجماعات تمارس أبشع أنواع الانتهاك الإنسانية، وهو بيان بالغ الأهمية في تعبيره عن رؤية وتقييم المجتمع الدولي لحالة حقوق الإنسان بالبحرين، مؤكدا على أن بيان المنظمات يعتبر إنجازا يضاف إلى إنجازات البحرين العديدة في مجال حقوق الإنسان، وأن صدور هذا البيان في هذا الوقت تحديدا يعبر بلا شك عن ثقة المجتمع الدولي في الإجراءات والمبادرات التي تقوم بها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لا سيما ما يتعلق بتضمين حقوق الإنسان كأولوية في برنامج الحكومة واستراتيجياتها الوطنية.